السلام عليكم. هاي لوحة الفنانة التشكيلية فرح اليوسف العراقية الموصلية وعايشة حاليا بالإمارات العربية المتحدة. طبعا هاي اللوحة هدتها لمؤسسة تراث الموصل، لوحة جدا جميلة معبرة، ممكن كل شخص يعني يعطي تصور معين عن هاي اللوحة، يعني بين الحرب والسلام والإعمار ومحاولة إعادة الحياة، كذلك ممكن بالجانب الأيسر في فترة الحرب إعادة الحياة من خلال هاي المساحات الخضراء اللي موجودة ولعب الأطفال، والمقارنة بالجانب الأيمن بعد الحرب. فهي الموصل بين ربيعين هو عنوان هذه اللوحة الجميلة.